اليوم الثلاثاء وعندنا أخبار جميلة ومبشرة بالخير شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك في البداية راح أخذكم معايا لجولتي في عالم تويتر وأبرز التغريدات المميزة لليوم. تغريدتنا الأولى من حساب وزارة التعليم واللي صراحة وجدت تفاعل كبير جدا على منصة تويتر وحملت الكثير من الأخبار المبشرة بالخير، واللي أتوقع شخصيا بأن الأمهات فرحوا بهذا القرار أكثر من الطلاب والطالبات. خلوني أقرأ لكم إياه. في ضوء التوجيهات السامية وحرصا على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني، وجه وزير التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل لعام 1443 للهجرة للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية. جميل، هذا القرار يعني مبشر بالخير وبإذن الله نعود للحياة الطبيعية قريبا ومع قرب السنة الدراسية الثانية، طبعا بعد الإجازة وبعد أخذ اللقاح لمنسوبي التعليم، وأيضا في جزء مهم وآخر هو تأهيل الطلاب والطالبات العودة للحياة التعليمية الطبيعية بعد فترة كورونا. لذلك معنا عبر سكايب الدكتورة دلال العباسي، دكتوراه في تقنيات التعليم، واللي بإذن الله راح تفيدنا أكثر في هذا الموضوع. مساء الخير دكتورة دلال، وبداية خليني أسألك، كيف تتخيلين ملامح العودة للدراسة الطبيعية فيما لو أخذناها بعد توقف طويل من الحضور؟ هل من حاجة ضرورية لإعادة تهيئة الطلاب ولا لا؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا على استضافتي في البرنامج المتألق دائما ساعة شباب. حبيبتي واجبنا. أول شيء بالنسبة إذا للسؤال إذا يحتاج طلابنا للتأهيل، أكيد يحتاج للتأهيل، وليس فقط الطلاب، جميع شركاء العملية التعليمية يحتاجوا إلى التأهيل الدعم للعودة إن شاء الله إلى مدارسنا وإلى جامعاتنا وإلى الروتين اللي إحنا كنا متعودين عليه قبل جائحة كورونا. الشيء اللي إحنا لازم، ليش نحتاج لتأهيل؟ ليش طلابنا محتاجين؟ أول فئة من الطلاب اللي محتاجين عناية خاصة وتأهيل هم الطلاب اللي ما عمرهم راحوا مدرسة، يعني طلابنا اللي في أولى ابتدائي اللي الآن إحنا صرنا سنة ونص في التعليم الإلكتروني أو التعليم الكوروني، فعندنا طلاب طالعين سنتين ابتدائي هم ما عمرهم راحوا مدرسة، ما يعرفوا أصلاً كيف إنه يكون عندنا مدرسة بقوانين بفصل فهذولا يحتاج لهم طبعاً عناية خاصة. أما بالنسبة للطلاب التانيين في جميع المراحل الدراسية كلنا نحتاج دعم وكل يحتاج تأهيل. ممكن تقولي لي ليش؟ يعني احنا ما كنا قبل سنة ونص كنا في مدارسنا، ايش اللي تغير؟ صحيح. اللي تغير انه احنا في السنة ونص طلابنا عاشوا مرونة التعليم الالكتروني، عاشوا انه مو لازم يصحوا بدري، مو لازم انه يقعد في فصل بقوانين فصل بمعلمة، لازم ياكل في وقت معين، لازم. فاحنا في السنة ونص عندنا جيل كامل من الطلاب في جميع المراحل كان مثلا بياكل وهو في الفصل، كان عنده الحرية والمرونة يجلس زي ما يبغى، ايش يسوي في الفسحة اللي عنده اللي هو بين الحصص. فنحن نرجع تاني بقوانينها بطريقتها، طبعا احنا محتاجين طلابنا محتاجين. طيب دكتورة لازم احنا جميع جميل. طب دكتورة دلال، يعني ما شرحتي لي تخيلك لملامح العودة للدراسة الطبيعية، وهذا الشيء مهم أيضا، كيف راح تكون بخيالك؟ ماني بالنسبة لخيالي، يعني أنا ممكن أقول لك أنا إيش أطمح، يعني إيش الواحد يتأمل. نتأمل إنه إحنا التجربة اللي أخذناها في التعليم الإلكتروني إن إحنا نستفيد منها في الرجوع إلى لما نرجع إن شاء الله لمدارسنا وجامعاتنا. ما ينفع إن إحنا نرجع زي أول زي قبل كورونا، لازم إحنا تعلمنا أشياء كثير، مهاراتنا زادت، كل أحد مهاراته زادت، استخدمنا طرق مختلفة.
فلازم احنا نستغل هذه الاشياء وان احنا نرجع ثاني ناخذ الشيء الجميل في التعليم الحضوري، وفي نفس الوقت ناخذ الشيء الجميل في اللي احنا الاشياء اللي زبطت معانا اللي استفدنا منها. وهذا يعني هذا اللي انا اطمح لي، اطمح ان احنا ما نرجع زي قبل كورونا ولكن نرجع افضل. بالضبط دكتورة جلال، أنا أوافقك الرأي 100%، خصوصا أن في فترة كورونا تغيرت المعادلة التعليمية واكتسب الطلاب والطالبات خبرة جيدة جدا في تقنيات التعليم. سؤالي، كيف نقدر نحن نستثمر هذه الخبرة عند عودة التعليم المعتاد؟ ايوه طبعا لازم احنا ناخذ هذه نستثمرها هذه. اول شيء لازم احنا دحين جميع شركاء العمليه التعليميه من اهالي من طلاب من اولياء من معلمين ومعلمات من مرشدين، كل احد زادت مهاراته التقنيه، زادت الطرق الاستراتيجيات اللي احنا بنستخدمها. فلازم لما ان شاء الله نرجع تاني نستغل هذه الاشياء، نستغل ادوات التقييم حقتنا ان احنا نطلع عن المألوف، ناخذ الاشياء اللي زبطت معانا. يعني انا اتمنى بالنسبه للجامعات والمدارس، يعني اذا كان اجتماعات عن بعد نستمر اجتماعات عن بعد، ما يحتاج ان احنا الاشياء اللي حسينا من جد التقنيه حلت صعوبة إن إحنا نستثمر هذا الموضوع. زي مثلا يعني عملية الواجبات والتكليفات والبحوث من الممكن أنها تكون أونلاين، يعني حتى نخلي جزء من التعليم يكون أونلاين. بالنسبة لأدوات التقييم عالم، يعني عالم كبير التقييم الإلكتروني، فتح لنا عالم كبير للتقييم. فأتمنى إن شاء الله لما نرجع تاني لمدارسنا يعني نستمر إن إحنا نستخدم هذه أدوات التقييم المختلفة، نشوف كيف ممكن حتى الاستراتيجيات نستخدم الاستراتيجيات. وما ينفع الشيء اللي إحنا لازم نستوعبه، طلابنا اختلفوا، إحنا اختلفنا. فكرة إنه الطالب يقعد في الفصل لساعات وبس إنه المعلم يقعد يتكلم وهو يقعد يسمع وما يقدر يتكلم، ما يقدر يشرب، ما يقدر ياكل، ما يقدر يتحرك، ما أظن طلابنا هيرضوا بهذا الوضع. أكيد أكيد طبعا، وأكيد الأمهات دكتورة دلال هم أكثر الناس اللي يمكن في هذه الفترة تعبوا أكثر من الطلاب والطالبات، ونحن أكيد اليوم نوجه لهم تحية على تعبهم. بإذن الله راح يحصدوا ضحية التعب هذا ونتيجة التعب هذا بعد ما يخلصوا أبنائهم الاختبارات. أنا أتوقع أن الطلاب والطالبات أكثر ناس فرحوا بالاختبارات أونلاين، ولا؟ يعني شوفي، انا الاختبارات اونلاين انا عندي تحفظ على موضوع انه احنا نتمسك بفكره الاختبارات خاصه المبنيه على الحفظ، لانه اختبار مبني على الحفظ ويكون حلو مره. فلازم انه يعني ادوات التقييم، يوجد ادوات عديده للتقييم. اذا كان فالتقييم الإلكتروني ليس معناه إنه لا إنه يكون اختبار أونلاين، في أدوات عديدة ممكن نستخدمها. ولكن يعني بالنسبة للأهالي، يعني الله يعطيهم ألف عافية، وأنا متأكدة الأمهات اليوم عاملين حفلة على هذا الخبر. الله يعطيهم ألف عافية، الله يعني صراحة. ولكن يعني هذه السنة ونص ترى إحنا تعلمنا منها مرة أشياء كثير، وإن شاء الله هنلاقي حصادها بإذن الله لما نرجع تاني لمدارسنا. الواحد طبعاً أكيد. إحنا مشتاقين، الكل مشتاق عن حياتنا قبل كورونا. والله الأمهات مشتاقين أكثر. الأمهات مشتاقين أكثر. صحيح. نعم؟ أقول الأمهات مشتاقين أكثر أن أولادهم يرجعوا للمدارس. شكرا لك دكتورة دلال، ويعطيك ألف عافية، وأنا أكيدة أن الصورة صارت واضحة واستفدنا الكثير منك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا، الله يعطيكم العافية. طيب مشاهدينا مكملين معكم في جولة